نحن اليوم عم نشارك بهذه المؤتمرات لقد ما فينا نكون عم ناخد معلومات زيادة لحتى نكون عم ناخد نسقف حالنا إذا بدنا نقول. بس أهم شيء هو في شيء ما عم نذكر أو نذكره وما تشدد عليه، هي الكفاءة. اليوم معيار الكفاءة هو أهم معيار لحتى نحقق كل شيء نحن بدنا إياه بالمجتمع، على صعيد البلدية أو على صعيد إدارة حي الله موضوع، نحن بحاجة لكفاءة. سو الكفاءة هي معيار أساسي بنجاح المرأة وبدخولها الميادين العمل السياسي البلدي المجتمعي، هو المعيار الأنسب والأصح لحتى هي تكون عم تحقق ذاتها. تحقيق الذات بيجي من كفاءتها ومن قدرتها. هلا هو انا برايي القانون العادل هو اللي بيجيب اكثر اصوات من اهل ضيعته، هو اللي بيطلع رئيس. اوكي، مش ننطر نحن الاعضاء هن ينتخبوا رئيس ونائب رئيس. هلا اذا اجت المراه رئيسه ورجع اجى الرجل نائب، يعني هون كمان رح يصير شويه، يمكن تكون هي كفاءتها اكثر او يمكن هو يكون كفاءته اكثر ليستلم هذا البوست. سو انا برجع بقول هو يا ريت بنوصل لهذا القانون انه هن اهل الضيعه او ينتخبوا ديركت رئيس البلدية مش الأعضاء.